دولة ما فيها حتى حد فقير وشعبها من أغنى شعوب العالم. زعما شنو الحكاية؟ تفرج في الفيديو تو تعرف. عسلامة ومرحبا بيكم، أنا غيث وانتم في فوايا جديد على جوهرة اف ام. سلطنة بروني هذه دولة مسلمة جاية في جنوب شرق آسيا. البلاد هذي عاصمتها اسمها بندركوان، وفيها قصر اللي يعد أغلى قصر في العالم اسمه أستانة نور الإيمان. القصر هذي في 1788 بيت مرصعين بالذهب وبالديامونت، وفي جراج يهز 500 كهرباء، ومزين بأغلى اللوحات الفنية في العالم. القصر هذا فيه لاك ارتيفيسيال، فيها أندر أنواع للدفا، ويقولوا اللي باش تدوروا الكل يزمك 48 ساعة إذا تعدي 30 ثانية في كل بيت. سلطان البلاد هذي زادة عنده أغلى طيارة في العالم من نوع بوينغ 747، اللي هي زادة كما كل شيء في البلاد مغلفة بالذهب وبالدياموند، وعنده زادة 6 طيارات هيليكوبتر مراوحهم بالذهب وأكثر من 1000 كهرباء فاخر. والملك متاعها حسن البلقية صنفته مجلة فوربس عام 2010 أغنى رجل في العالم. ثم برشا مصادر تقول زادة اللي الملك هذا يدفع فيه برشا فلوس باش اسمه معاش تحط في الليستة هذي وتقعد ثروته خفية. وتشتهر زادة عاصمتها بوجود أكبر حجرة ذهب في العالم اللي السياح يجيو يزوروها بالدنيا الكل، واللي انت زادة تنجم تزورها من بعيد بيانسور باش ما يتسرق منها حتى. وكالعادة حبو نشكرو إكزيست سبونسور متاعنا في فواياج. هكا كانت فواياج لليوم، نتقابلو في رانديفو جديد وفواياج جديد على جوهرة اف ام.